يا حاج سيف. ايوه ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا فندم، حضرتك منين؟ حضرتك عندي مشكله وكلمتك قبل كده يا استاذ سامح. انت منين في الشرقيه؟ انت منين في الشرقيه؟ والله ما لاقيين ناكل وحياه ربنا بسبب المشكله دي. انت منين في الشرقيه يا حاج سيف؟ ايه؟ منين في الحسينيه يا باشا؟ من الحسينيه، ايه مشكلتك؟ مشكلتي يا فندم انا كنت جايب كارد لمشروع المواشي الحلابه من البنك الاهلي. ودلوقتي انت عندك خلفيه ان المواشي بقت اسعارها في الحضيض تحت، مش عندنا لاجئين نسد البنك. وكان والدي كان ضامني ودلوقتي خصموا الضامن، والله ما لاقيين نصرف على عيالنا ولا على مدارسنا ولا اي شيء كان. ايه المطلوب مني؟ ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك يا فندم انك تقف جارنا، يعني تشوف لنا معانا حل. قلت للبنك عرضت عليه انه يدينا سنه مهلة سماح مثلا من السداد لما يتحسن الوضع، مش راضي. قلت له طيب اقسم لي المديونيه. المواشي بتاعتك فين يا حاج سيف؟ المواشي اللي انت خدت قرض على اسمها فين؟ موجوده يا فندم. ما هو البنك بيقول لي انت خدت لي فلوس وصرفتها. قلت يا عمي عندي المعلف وعندي المزرعه، تعالوا شوفوا واتفرجوا وشوفوا، والمواشي كويسه وماشيه في وشها حلو ومش قصرنا فيها في حاجه. انت رحت فين؟ قابلت مين في البنك؟ ثواني بس يا حاج سيف علشان انا يعني خطوه خطوه. قابلت مين في البنك؟ رحت قابلت مين؟ انا قابلت الناس اللي بتوع الائتمان اللي هم كنت بتعامل معاهم في الاول، اللي سلمتهم الورق وسلموني الفلوس وسلموني كل حاجه. انت كان المفروض تسدد الفلوس امتى؟ اي المفروض بسدد شهريا. شهريا؟ سددت كام شهر؟ طيب سددت 4 اشهر، لان انا جايب من شهر واحد اللي فات. من واحد اللي فات واحنا في 11، يعني سددت 4 شهور، عليك 6 او 7 شهور صح؟ لا هم كانوا مديني 6 شهور سماح، فتره سماح. ابتدت البهائم تنزل. يعني انت واخده ثواني بس يا حاج. اتفضل. انت واخد القرض ده على 6 شهور ولا على سنه؟ لا واخده على 5 سنوات. على 5 سنين؟ اه. ده مش قرض البتلو، ده قرض استثماري بقى. ما هو لا مش استثماري يا فندم، اللي هو ده بتاع مبادره البنك المركزي. اللي هي ب 5% فايده؟ ايوه فايده 5%. طيب. انت عليك كام دلوقتي؟ دلوقتي انا لسه سددت كل الموضوع، سددت 4 اشهر، ابتديت اسد في اول السداد 4 اشهر. الشهر بكام بتدفع كام؟ الشهر بتدفع كام؟ في الشهر بدفع 5750 جنيه. يعني دفعت 20,000 تقريبا، عليك فاضل كام بقى؟ باقي بقى انا كنت واخد كارد 250,000. وديتهم فين؟ موجودين يا فندم، جبت بيهم بقى مواشي والله موجودين عندي، وتعالوا صوروا وشوفوا. طيب انا مش هاجي اصور، انا هتواصل مع الفرع الرئيسي. ايوه. وهبلغهم ان في مشكله عند فلان الفلاني، هتسيب اسمك بالكامل وبياناتك، وهخلي لجنه من الفرع الرئيسي هي اللي تتابع الموضوع بتاعك وتشوف ايه الحل اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. كلمني الفرع الرئيسي، كلمني اللي الناس قدمت عليه، قال لي انت ايه اللي يمشي معاك؟ قلت له اللي يمشي معايا يا تدوني سنه سماح وما يعني من الاقساط، يا اما تقسموا لي المديونيه الباقيه اللي هي الباقي الفلوس المديونين عليا على مده الكارد على قسطين اثنين. قال لك ايه؟ وانا هسد البنك مش عايز حاجه. قال لك ايه؟ فما رفضوا، قالوا لا احنا مالناش دعوه، انت تكسب تخسر مالناش دخل. وبناء على ذلك خصموا الضامن، خصموا معاش ابويا، يعني كان ابويا ضامني هو ومرت عمي. طيب هم مش مخطئين في حاجه يا حاج، هم ده حقهم، هو ده فلوسه وعاوزها. هو اداك فلوس ولا ما ادالكش؟ اداني يا فندم. طيب هو بيطالبك بالفلوس، فاديني بقى. انت بتقول لي خلاص البنك الرئيسي الفرع الرئيسي كلمني، حضرتك عاوزني اتواصل معاهم واشوف حل ولا عاوز انت تتواصل معاهم؟ لا انا عايزك انت اللي تقف معايا والله. ما هو انا مش هقف معاك، انا مش مسؤول، انا بقول لك انا هتواصل مع البنك علشان يبقى في لجنه تتابع معاك، نشوف ايه الحل اللي ياخدوا بيه فلوسهم وانت تقدر تسد، عشان لا يحجزوا على معاش ولا ياخدوا اجراءات قانونيه. تمام. المخفر ده برضه يا فندم احنا مش قلنا هاد فيه، يعني برضه الحكومه هي اللي عملت فينا كده. لا الحكومه عملت ايه؟ الناس ادتك انت، انا ما كنتش بسمع عن حد بيدفع 250,000 جنيه في فايده 5% ابدا. حكومه ايه اللي عملت؟ الحكومه ادتك قرض ب 250,000 جنيه يا حاج. ايوه طب ما هي النهارده جابت استوارات. الحكومه غلطت في كده يا حاج، انت النهارده كنت بتقول انا راجل عندي مزرعه وعندي علابر ومش عارف اشغلها، قالوا لك لا عايز تشتغل خد الفلوس هيشتغل وبفايده 5%. مين بيدي حد 250,000 جنيه بفايده 5%؟ انت عارف دي مش فايده، دي مصاريف. احنا اشترينا المواشي، شارين المواشي. دي قصه ثانيه. دي يا حاج اسمعني، انت راجل بتشتغل في المواشي بقالك كام سنه؟ طول عمري يا فندم. طول عمرك يعني عارف ان في سوق طالع ونازل، وفي ايام بنكسب وفي ايام بنخسر، ده سوق، ده تجاره.
ولا انا بتكلم غلط؟ الوضع ده يا فندم يعني مثلا نجيب راس المشيه ب 35,000 نبيعها النهارده ب 8000 جنيه. مفيش حاجه ب 8000 جنيه، مفيش عجل ب 8000 جنيه. تمام؟ والله العظيم ما تقسمش بالله العلي العظيم. ليه وزنه كام كيلو ده؟ ثواني بس. وزنه كام كيلو؟ 8000 جنيه. وزنه كام كيلو؟ يا فندم بقره عشر 8 اشهر محطوط فيها 8000 جنيه من ايد التاجر. عايز اسالك، انا بسالك على حاجه جاوبني. انا راجل جاي لك دلوقتي معايا 8000 جنيه، هتديني عجل كام كيلو؟ هو النهارده وعد له اجل حاجه 250 كيلو. 250 كيلو ب 8000 جنيه؟ اكيد اجل حاجه. ليه الكيلو بكام؟ ما انا ما اعرفش هو الكيلو بكام. ما تعرفش انت كده الكيلو ما جابش 30، جاب 30 31 جنيه. فين الكيلو ب 31 جنيه ده؟ ما انا بحسبها معاك بسرعه اهو. فهو في كيلو لحمه ب 30 جنيه قايم؟ يا فندم مش في لحمه ب 30 جنيه، كيلو اللحمه البلدي ب 120 جنيه. طب امال ايه اللي انت بتقوله ب 30؟ اسمعني بقى علشان الوقت بتاع البرنامج. انا ما قلتش ب 30، انا ما قلتش ب 30 ولا 40. ما انت بتقول لي تعالى خدها مني اهو ب 8000 جنيه اللي هي 250 كيلو، مش انت اللي بتقول ولا انا؟ انا بتكلم على العجل اللي احنا ما ده هو ده مش معلوف يا استاذ سامح. مش معلوف ايه بس اسمعني بقى علشان الوقت بس. أيوة انا هتواصل مع البنك الزراعي وهخلي لجنه تكلمك تتابع معاك يجوا يشوفوا الوضع. البنك الاهلي. البنك الاهلي انا اسف. ونتابع معاك ونشوف حلها ايه. بشكرك مشاهدي برنامج الزراعي مباشر، شكرا لكم.